التالي. هنا الكرة ملعوبة عند سالم باتجاه حاتم، يا سلام وتو بين سالم وحاتم، ملعوبة الكرة. ياهي تمريرات، ياهي لمسات بين حاتم وسالم، وفي النهاية يأتي اللاعب القوي جدا ونقا الذي يعتبر وحده منظومة هجومية متكاملة ويحرز ثالث الأهداف. هذا يلعب في واد والآخرين في واد ثاني. ونقا شوف هنا رابع الأهداف للفيصلي والثالث لونقا، يحرز الهاتريك هنا في لقاء اليوم. شوف كيف تتركون ونقا وحيدا يا دفاع الأهلي. ونقا يقترب شيئا فشيئا من التتويج وأن يصبح هدافا للبطولة للمرة الثانية. ونقا